أول حاجة محمد علي خرج زي الشعر من العجينة. هو بيقول في حكم عسكري أو نيابة عسكرية أو شيء، باع كل حاجة زي أبوه ما قال وزي ما هو قال، فما هربش يعني، خارج في أمان الله، لأنه بيشتغل مع مين؟ مع العسكر. محمد لم يظهر نية أنه هيتكلم، صح، لأنه مش عبيط. بس محمد تعليمه أنه هو ابن بلد ياخد ريسك، اطلع وقول، ممكن ياخدها، ما هوش راجل متظبط تظبيط مخابراتي أمني أن أعملها. وده بيخليني أستبعد فكرة أنه حد من داخل الجيش عنده فكرة عن خروجه، ده بيخليني أستبعدها شوي، وإن كنت لا أستبعدها مطلقا. أمال إيه بقى الحكاية؟ وليه محمد يعمل كده طالما خرج فلوسه وفلل والحاجات دي وعادي تمام؟ أولا، هو ما كان له ليخرج من مصر لولا أن ساعده في الخروج حد. إذا كان في شك زي ما هو قال إنه هو هيخرج لأنه قال كلام عن المشاريع الوهمية، فأكيد المخابرات الحربية يعني كان عندها علم، يعني لو عاوزين يجيبوه كانوا جابوه، لا بالتأكيد يعني. أو حد بقى في جهة أخرى خد فلوس، وده الاختراق اللي حاصل في كل العمليات الاستخبارية وفي كل الأجهزة، خد فلوس وطلعه وطلع لهم الكرنين وهو متعاون مع الجيش فيعدي، وده كتير زي تسريبات السيسي نفسها. ما تسربت ازاي؟ بسيطة يعني، سهلة يعني، مش كتير. يبقى ده واحد. التاني بقى هو ايه؟ راجل اعمال كبير بيقول لي ولاد القارد شغالين في البلد تعبوا من السيسي، لانه السيسي واخد كل المشاريع، ففي ناس شغالة معاه مقهورة منه زي محمد، بس دول كبار بيعبروا عن قلقهم بالشفرة. زي مين؟ زي ساويرس، زي صبور لما قلت لك. الناس دي في الغالب الكبار حسوا ان خلاص انتهى كل شيء. تفسير بسيط، لو محمد قعدوا معاه دردشوا على، انا باخد من كلام محمد اللي هو بيقول انا قلت لهم مره المشاريع دي بدون جدوى، قالوا لي انت بتتكلم في السياسه، هسمعك الجزء ده واشرح لك التصور اللي خرج به محمد من وجهه لحد ما هو يطلع يكذبني او مش كذبني، انا ما بقولش حاجه على لسانه، او ان هو يقول لنا خرج ازاي، لانه البوح بتاع محمد ده بالمعلومات الكتيره اكتر من حدث انه يقول الكلام. يعني انا اعرف ناس مثلا متورطين في رابعه ومتورطين مش عارف في ايه والحاجات ديت، ما اتكلموش الا بحذر قوي، يعني من داخل المؤسسه العسكريه بداوا يسربوا معلومات بسيطه قوي. الراجل ده بيقول كلام مهم جدا وخطير جدا، شاهد عليه. في رأيي انه لا يرقى الى فكرة انه له فلوس عندهم فهو زعلان لانه خد فلوس ومشي، ربما يكون طبعا زعلان على فلوسه مهم، لكن جواه حرقة وجواه وراه شيء ربما يكون سهل هذا الشيء كله عملية خروجه. بس اسمعك هو بيتكلم على مسألة الجيش تاني. اتفضل. كنا قاعدين مره في اجتماع وبقول لهم المشاريع اللي احنا بنعملها للبلد دي يا فندم مش هتدخل انكم للناس، وشايف ان ده هياكل فلوس على الفاضي. ما كملتش الجمله، قلت انت بتتكلم في سياسه؟ انا بتكلم في سياسه. سياسه ايه؟ انا بتكلم في اقتصاد، في بزنس عادي يعني. وبعدين سياسه ايه؟ انا الدكتور محمد علي، ده انا بقول لك انا اخري جامعه مفتوحه سنتين ما كملتهمش. انت بتتكلم في سياسه؟ حاسب على نفسك. يومين ثلاثه كنت بتحاول على طول قضاء عسكري. مش شاكر، عليك فلوس القوات المسلحه وعليك مديونيات على طول، قلت الكلمتين حتى ما تسال نفسه سؤال يعني. زي ما انت شفت كده، ممكن ده يكون السبب، وممكن حسب الرساله اللي جاتني من احد رجال الاعمال ان ولاد الكار اتجمعوا وقرروا ان يكون فيه بطل او شخص نضمن خروجه ونضمن تخريجه ونضمن انه يتكلم، بالاضافه لانه راجل شجاع وجدع ومش عارف ايه. لكن الكلام اللي بيقوله واصراره رغم ان ابوه جوه في البلد بيقول ان في جهه، وده تحرك محمود جدا. بس ازاي بقى ده خرج رغم المخابرات الحربيه والعسكريه والبطيء ده كله؟ ده يديك مؤشر على انه البلوظه اللي موجوده داخل هذه المؤسسه،
ده اللي هم عاوزين يحاسبوه.